صباح الخير، كيف حالكم طلابنا؟ طلاب الصف الثالث، بتمنى تكونوا بصحة جيدة. معكم نسرين، معلمة رياضيات. اليوم رح أعلمكم درس بالرياضيات بموضوع المبنى العشري. شو رح نتعلم اليوم؟ رح نتعلم ونراجع مع بعض المبنى العشري للعدد وتمثيله بواسطة المسطحات، ورح نستعمل النقود لتمثيل العدد، ورح نكتب تمارين متنوعة. شو لازم نحضر لحصتنا؟ رح نحضر أشياء بسيطة اللي هي أدوات الكتابة، قلم ومسطرة ومحاي ودفتر للكتابة أو ورقة. بعطيكم وقت تتحضروهن. يلا بسرعة. رح نبلش درسنا بالصورة هاي. شو شايفين قدامكم؟ شو شايفين بالصورة؟ شايفين مصاري من كلهن بالفصحى، نقود. ممتازين. بدي أسألكم، شو هي العملات اللي احنا بنتعامل فيها؟ ايش هي العملات اللي بتعرفوها؟ تعال نكتب مع بعض العملات اللي بنستعملها. شيكل، مظبوط. نستعمل 5 شيكل، ونستعمل 10 شيكل. هاي القطع قطع نقدية، مظبوط. في ولاد سمعتن كمان بقولوا نص شيكل، أحسنتم. وكمان أنا عندي كمان، نجي للأوراق. أصغر ورقة بنستعملها هي 20، من فئة 20. بنستعمل كمان 50 شيكل ومية شيكل. وأكبر عملة نقدية هي ورقة ال 200. أحسنتم، شاطرين. الكل بتعامل بالمصاري والكل بعرف المصاري، مظبوط. طيب، شو علاقة النقود بموضوع الرياضيات؟ هل يمكن أن نتعلم الرياضيات بواسطة النقود؟ تعال نشوف. قبل ما نبلش درسنا، خلينا نراجع شوي المبنى العشري للعدد. عندي هون ظاهر 6 أحاد. رسمة المسطحات الملائمة لإلهن هني 6 وحدات زي ما انتو شايفين، 6 مربعات صغار، 7 عشرات، 7 أعمدة اللي من نحكي لهن احنا أعمدة العشرة، و5 مئات. عندي 5 مئات، 5 مربعات، كل لوحة فيهن هي، كل مربع هي 100 مربع. العدد الموجود معنا طبعا 576. شاطرين، بعرف انكم عرفتوه. كيف منحلل العدد؟ كيف ممكن نكتبه بالصورة الموسعة؟ نمثله طبعا ممكن عن طريق القيمة. 576 هي عبارة عن 500 تساوي 500 زائد 70 زائد 6، وممكن كمان بطريقة أخرى. 576، 5 في 100، 5 مرات 100، زائد 7 في 10، زائد 6 في 1. أحسنتم. هاي عندي طريقتين اللي أنا بقدر أمثل العدد فيهن حسب المبنى العشري. إحنا دايما بنحكي هاي طريقة التوسيع. أحسنتم. شو قصة رح نتعلم؟ عندي 3 طاولات زي ما انتو شايفين، كل طاولة عليها مبلغ من النقود. بدي أطلب منكم طلب إسا، بدي تعرفوا كل طاولة كم هو المبلغ الموجود عليها، وبدي أطلب منكم تكتبوا لي تمرين ملائم حسب المبنى العشري. كيف بنمثل العدد إحنا حسب المبنى العشري؟
بطريقة التوسيع كيف شفنا بالشريحة اللي قبل. بعطيكوا وقت تفكروا. رجعنا نحاول نحل مع بعض. أنا بعرف إنكم عرفتوا، طلاب الصف الثالث كبار وبعرفوا يعدوا مصاري، مزبوط؟ تعال نطلع على الطاولة اللي من اليسار نبلش فيها. شو موجود عندي؟ موجود عندي 2 مئات، بكتب 2 × 200، كمان عندي 3 عشرات، 3 × 10، عملتين كمان مرة من قطع من أوراق اللي هي من فئة 200، 200 شيكل، 3 عشرات، وعندي قطعتين نقديات من فئة 5 شيكل، كم يساووا؟ طبعا بنحسب 2 × 200 بيطلع معاي 400، 3 × 10 هي 30، و2 × 5 هي 10. إذا كم المبلغ الموجود عندي على الطاولة؟ المبلغ هو 440. ممتازين، 440 شيكل. بدي أطلع على الطاولة اللي بعدها. شو أكبر عملة موجودة؟ هي المية، بدي أبلش فيها. عندي كم مية؟ عندي 100 × 1 زائد عندي 50. كم قطعة من 50؟ عندي 3 50ات، 3 أوراق من فئة 50، وعندي 3 أوراق من فئة 20. مية مرة واحدة هي 100، 3 × 50 هي 150. طبعا انتو صف ثالث تعرفوا مضاعفات العدد 50، مزبوط. 3 × 50 هي 150، 3 × 20 هي 60. رائعين، احسنتم. كم المبلغ؟ قديش بيطلع معاي؟ 100 + 150 250، 250 + 60 كمان نعرف نحسبها بيطلع معاي 310. الطاولة الأخيرة اللي هي على اليمين عندي 3، ممتازين، 3 × 100 زائد، صرنا نحل حالنا، 3
ضرب 10، وعندي قطعة واحدة من فئة الشكل. هيك كتبت أنا تمرين ملائم لعدد القطع الموجودة عندي على كل طاولة. 330، هنا واحد، الجواب طبعا تأسفي هون 300 لازم يكون 330، 301 أو 30. هيك طلع معكم ممتازين، أحسنتم. اللي عنده غلط يحاول يعرف ليش. إذا شو شايفين قدامنا على الشاشة؟ شايفين صورة اللي هي هاي الصورة اتاخدت بدكاني. أجا زبون شرى هدية، شرى منتج. سعر هذا المنتج زي ما انتو شايفين نطلع منيح قديش ممتازين 431. فتح جزدانه الزبون وبده يدفع هاي العملات الموجودة بجزدانه. بدنا نساعده ونشوف كيف ممكن يدفع ال 431 بأي طريقة. اتحاولوا، بدي أعطيكم مهلة تفكروا كيف ممكن يدفعهن بأي عملات وبأي بأي قطع وبأي أوراق من النقود ممكن يدفع. اتحاولوا تفكروا وتعطوني عدد من الإمكانيات. رح أعطيك وقت 4 دقائق، أنا بستناكو وإنتو استنوني عشان نعرف الإمكانيات ونعرف هل إنتو بتقدروا تعطوا أكثر من إمكانية. نشوف.
طلاب شاطرين. سامعة كثير إمكانيات حلوة، ممتازين. أنا بعرف إنكم شاطرين وأعطيتوا كثير إمكانيات لأنكم إنتوا بتحبوا المصاري وتحبوا تعدوا مصاري. تعال نشوف أول إمكانية. سامعة أول ولد أعطاني إمكانية كثير سهلة. شو قال لي؟ 431 ممكن إنه يكون دفعهن 400، 4 مرات 100، 4 في 100، 3 عشرات وشكل 1، 3 في 10، 1 في 1. ممتازين. هات نشوف كمان إمكانية. شو؟ في ولد أعطاني هاي الإمكانية، قال لي 431 ممكن يدفعهن 2 في 200، الأوراق اللي من فئة 200 مرتين منهن، زائد 3 عشرات أو شاكل 1، 1 في 1. كمان ولد أعطاني 431، قال لي ممكن يدفعهن 400 أو 31 شاكل 31 في 1، 31 مرة 1. رائعين. في بنت إسا حكت لي إنه أعطت إمكانية 431 ممكن يدفعهن بثمان مرات 50، 8 في 50 اللي هن عبارة عن كم؟ 400، أحسنتم، زائد 3 في 10 زائد 1 في 1. رائعين. 431. في ولد حكى لي أنا بقدر يدفعهن الزبون كلهن شكلين، 431 شاكل فراطة. أحسنتم، في ولاد كتير كمان أعطوا هاي الإمكانية. في ولد كمان أعطاني قال لي 431 ممكن يكون دفعهن دفع 10 عشرينات، 10 مرات 20 اللي هن يساوي كم؟ 200، أحسنتم، وأربعة في 50 اللي هن كمان 200، أو زائد 3 في 10، 3 مرات 10 زائد 1 في 1 اللي هو شكل. بس هدول الإمكانيات؟ بعرف في كتير 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 إمكانيات، وإذا أنتوا بتقعدوا قصة تفكروا ممكن تلاقوا كتير إمكانيات. بعرف إنه نقعد نحسب بالمصاري هذا إشي كتير حلو. تعال نشوف قصة نفس المبلغ. في سؤال بدي أسألكم عليه، أسألكم إياته. هل يمكن استعمال كل العملات الموجودة في الجزدان في الدفع؟ هل ممكن أستعمل الشيكل، أستعمل الخمسة، أستعمل العشرة، أستعمل العشرين، أستعمل الخمسين، وأستعمل المية والمئتين، أستعملهن كلياتهن لما أدفع؟ بدي أعطيكم فرصة تفكروا. سؤال بده تفكير، وهذا سؤال تحدي، وبعرفكم قد التحدي. يلا نبلش، فكروا معنا 3 دقايق وبرجع.
طلاب بعرف في كتير حلوها، في ولاد بعدين بيفكروا. في ولد بعت لي انه حلها، تعال نشوف حل شو حله، كيف حل. قال لي نعم يمكن استعمال كل العملات، تعال نشوف كيف حل. نتطلع، هذا حل الولد. قال لي انه بده يستعمل الورقة اللي من فئة الـ200 مرة واحدة، اللي من فئة الـ100 مرة واحدة، الـ50 مرة واحدة، 3 عشرينات، القطع 10 واحدة، 2 و1. هل هذا المبلغ يساوي 431؟ نطلع عليه، نعم المبلغ هذا 431 مظبوط. هل استعمل كل العملات؟ نطلع، استعمل شيكل، 5، 10، 20، 50، 100، و200، استعمل كل العملات، ممتازين. بعد ما خلص كتب لي التمرين الملائم، 431 تساوي 1 في 20 زائد 1 في 100 زائد 1 في 50 زائد 3 في 20 زائد 1 في 10 زائد 2 في 5 زائد 1 في 1. استعمل كل العملات، ممتاز. هل في عندي طريقة تانية؟ ممكن ممكن لا. هذا السؤال بدي اياكم تفكروا فيه، فكروا فيه على مهلكم. هسه خلونا ننتقل لسؤال تاني، نفس المبلغ اللي معنا 431، هل يمكن او كيف يمكن ان ندفع باقل عدد من العملات؟ بدي استعمل اقل عدد من العملات، ان كان اوراق وان كان شكلين او قطع، متأسفة. في سؤال اخر، كيف يمكن ان ندفع باكبر عدد من العملات؟ وكمان ممكن استعمل القطع اللي بدي اياها، ان كان قطع وان كان اوراق. نفكر شوي. أعطيكم مهلة تفكروا كمان. حلينا؟ طبعا أنا متأكدة إنكم حليتوا لأنكم شاطرين. تعال نشوف شو جواب السؤال الأول، كيف يمكن أن ندفع بأقل عدد من العملات؟
تعال نحل التمرين مع بعض. طبعا من المفهوم ضمنا اني اخذ انا اكبر عملات عندي اللي هي المتين. قديش ممكن انا ادفع فيها؟ ممكن ادفع فيها الاربعمية، ممكن استعملها مرتين. هاي اربعمية مرتين متين، قديش ضل معاي؟ ضل لازمني عشان اتمم المبلغ 31. 31 شيكل. شو ممكن استعمل؟ ممتازين العشرين شيكل، الورقة اللي من فئة العشرين، زائد 1 في 20 ممتازين. قديش بعد؟ 11. أحسنتم، 11 شيكل. كيف ممكن أدفعهن؟ طبعا ده أستعمل القطعة النقدية من فئة 10 وضل شيكل. نكتب 1 في 10 زائد 1 في 1، طبعا المبلغ الكلي راح يطلع معي 431. هيك استعملت أقل عدد من العملات. تشوف السؤال اللي بعده، كيف يمكن أن ندفع بأكبر عدد من العملات؟ في أولاد كتير شاطرين وأكيد حلو مظبوط. ممكن أدفعهم كلهم شكلين مظبوط، أفرط ال 431 كلهم لشكلين، بيطلع معي 431 إيش شكل. 430 مرة شيء واحد اللي هي النتيجة طبعا تعطينا 431. هذا سؤال، جواب السؤال الثاني. أحسنتم، رح ننتقل إسا لمهمة بيتية اللي هي كمان سؤال تحدي، أشوفكم إذا بتقدروا تحلوه. طبعا متأكدة إنه رح تحلوه، شاطرين أنتو. المهمة هيك بتقول، كيف يمكن دفع مبلغ 400 شاكل ب 3 أوراق من العملات النقدية؟ بدنا نستعمل فقط الأوراق النقدية، بس الأوراق. طبعا رح نستعمل أوراق الفئة 20، الفئة 50، الفئة 100، وأوراق من فئة 200. كيف ممكن أدفعهن أنا بثلاث أوراق؟ السؤال الأول. ثاني، هل ممكن أدفعهن بخمس أوراق؟ هل ممكن يكون معي خمس أوراق؟ هل ممكن يكون ستة أدفعهن بستة؟ 7 8 9 10. سؤال للتفكير، هاي مهمة بيتية، بدي تتحدوا حالكم وتشوفوا حالكم إذا بتقدروا تحلوها. رح أعطيكم وقت عشان تنسخوها، واللي بدوش ينسخ بيقدر يصور الشاشة.
الآن طلابي بعد ما أنهينا كتابة المهام البيتية كمان مرة بنحكي، اللي ما لحقش بيقدر يصورها، يصور الشاشة. وخلينا إسا ننهي درسنا ونشوف إيش تعلمنا اليوم. طبعا مع بعض إحنا اليوم تعلمنا ورجعنا المبنى العشري للعدد وتمثيله بواسطة المسطحات، استعملنا النقود لتمثيل العدد وكتبنا تمارين ملائمة، تعلمنا كيف باستطاعتنا تمثيل العدد بعدة طرق، وهاي الطرق بسموها توسيع العدد. وعندما نحلل العدد ونكتب تمرين يمثله نسمي هذا بتوسيع العدد. لليوم احنا بنكون انهينا درسنا، بتأمل تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا. طبعا كلنا بنحب المصاري، بنحب النقود، بنحب نتعامل فيها، بنحب نلعب فيها، بس الأهم من هيك إنه ندير بالنا على حالنا وعلى صحتنا. نهاركم سعيد ونلتقي إن شاء الله بدرس جديد.